نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري الحافظ رحمه الله وأبو استذكار القرآن وتعاهده babu siftor go hande jangde alqur'ani be hande ewtaago dum lisma go dum hadisiol ujune joyi be sapande tati e go qala hadathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malikun annafi'in an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qala innama masalu sahibil qur'ani kamasali sahibil ibilil mu'allaqa إن أحد عليها أمسكها وإن ألقها ذهبت إمام البخاري في لها عبد الله بن يوسف وما يتمر ديدي بسفو إجيتتي إمام البخاري في لن محديث تمر ديدي بسفان ديتتي إجيغو مسلم في لناك مؤمنا يوكا في لنيم قال أخبرنا مالك ابن أنس ابن أبي عامر الأصبهي إمام دار الهجرة وتنزيلي إمام في السنة وإمام في الحديث ودنيا ما سفند جيناي إتاتي إتاند دي أنا سنو مالك مايا وما يبو تمر بي سفند جيدي دي جيناي ودي دو بي سفند جيتاتي إجيغو هردويا واتجا به الجميع مبغل هم بي حديث وجوريمو قال النافي دن إسناد والنغول كانغول أون دي يمي إمام البخاري ha hadise ji annabi jo sallallahu alaihi wasallam ko kurata sahugo o bi malikun annafin an ibn umar o bi ko imam maliki filli hanafi wa ibn umar sai be inni gol silsilatu zabi o gabal na tangol suddil sagir na ko suddil kabir anil kalbina dum silsilatul kadib o dum silsilatu zabi bana kodol kangeri kodol man do sanadu man do nangoti banni gam mulazama annabi dum maula abdullah ibn umar itajabihi aljami mogal imbe hadise billanimo to mi vi non do mana atawon mo hadefte hadis pat hadise jinulado allah sallallahu alaihi wasallam do mabbe yirlata atawon mo ha bukhari be muslim atawon mo ha abu daud be tirmizi be nasa'i be ibn majah qala an ibn umar dum abdullah ibn umar ibn al-khattab رضي الله عنهما كانكو ابابيكو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنادو الذي مثل صاحب القران مثال هاندي موي كو هاندي درسي القران الكريم كما مثل صاحب الابل المعلقه بنا هاندي مردو جيلودي هاندي تونغادي ان احد عليها امسكها اوليزمي دي احد دو اوليزمي دي amsaka ha o jogita ni wa in allaka ha to yofi bo zahabat gelodi man do dilla nonnon alquranil karim woni ha bi adama to bi adama dusi alquranil karim so benditira dum be hande qiyamul layli wato burata hande gasnugo ande alquranil karim ha ban aberde bi adama den hande bi adama he on barjali tuundi ana fugo qiyamul layli be alqur'anil karim gam heedi ton on worbe hande sendirta ha goddo walata daanu ko goddo bo wala hande daana sedda den umma juula ballenta ma ha ragare jemma naam qala hadathana muhammad ibn arara qala hadathana shu'ba qala an mansur an abi wa'il an abdillah qala qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم قال البخاري رحمه الله
قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا في صدور الرجال من النار إمام البخاري رحمه الله وفي اللي هرمودي بماكم محمد ابن عرعرة ابن برنيت ومن ما يتمر رديدي بير سبو اتاتي إمام البخاري في اللي مو حديث جنوغاس الجامع سجيه ماكو ليرو then ابن عرعرة بيكانه حدثه عن شوبة ابن الحجاج ابن الوردي أبو بسلام الأتكي شوبة الخير ما يتمر بس أبان دجيغو واتنج به الجميع إمام مالك بوتو ناني بوتو شوبة ترتمو إلا تاها أونما قال عن منصور منصور بن مؤتمر كفو أورمو عند جولي صبح بين غردم إشاء دو بس أبان دناي كانكو بيبيكو عند مؤتمر دين قال كانكو بيبابيكو نمنصور بن مؤتمر قال عن أبي وائل أبي وائل المتابعي جو عندما كو شكيك ابن سلمة منصور دو ما يتمر بس أبند تاتي ديدي أبي وائل المشكيك ابن سلمة ودرس القرآن در دو در لبي ديدي كانكو أبو وائل أتو ما يسبند جيتاتي ديدي عن عبد الله عبد الله ما كو دو ابن مسعود وان إمام البخاري ودي تفننو أتنو هاو بيا ما عبد الله بن عمر سوتي عبد الله من أبي ما عن ابن عمر هذا هو بما أن عبد الله دودم ابن مسعود سنة دول قول دودم سنة دول جيم بكوفة عبد الله بن مسعود صاحب النعلين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نولاد الذي بسم الله أديكم هل كود نبوت من أي كولا نبي نسيتو آية كايتا وكايتا ميجتي آية كذا بكذا بل أتنسي ويجتنا ما واستذكر القرآن سيبتر القرآن ونجوغ بوردوم فإنه أشد تفسيا كنجو أنزقلة حندساتو تيتاغو في صدور الرجال هرقباج ورفة من النعم دين تنمرات دباج نعم قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير قال عن منصور مثله تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري رحمه الله قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور مثله تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة وتابعه ابن الجريج عن عبدة عن شقيق قال سميت عبد الله سميت النبي صلى الله عليه وسلم معنى حديث ونقول إمام البخاري هو اللي ما لطل قول جي هندي جي شوبة ما قلت ولني ممتابعها منصور قلت بي تحدثنا عثمان عثمان دود بي أبي شايبة إن دي أبي شايبة من إبراهيم قلت من دو ما يتمر ردين بيسا فايتاتي إجيني إمام البخاري بورتنا نمو حديثة سبند جوي تاتي مسلم بورتنا نمو حديثة تمر بي سبند تاتي جيناي كانكو بي درديكو أبو بكر بن أبي شايبة يفارو أتو يتج به من جميع موبقى الهيم دي حديث في اللنا بي تانتو أتو عثمان بن أبي شايبة تانتو أتو أبو بكر بن أبي شايبة أبو بكر من سيفير بي يلا بي عبد الله بن أبي شايبة فاتم أبو بكر من أما أبو بكر من كان كبير دودو حديث عن مسلم مسلم في اللي نمو حديثة أجنير بي تمر جوي بي سبان دي أين قال عن جرير جرير دو بي عبد الحميد ودعي عما تمر بي سبو إغو وما يتمر بي سبان دي جيتاتي جيتاتي وجنجي حديث دو بي جوي واتنجا به الجميع عن منصور بي مؤتمر ومبي من ما يتمر بي سبان دي تاتي ديدي debbo wadi du isapande nay o do jula subabe na gardam e shayi taba abu bishrun bishru do dum bishru ibnu abdullah ngoddo afghanistan
bedo bi hande kurasana ngoddo kurasana bishir mando o mai temerre didi be sappo e jetati nden bishruman o tabani o yatodo animnil mubarak o tabani mu ha ibnil mubarak do mana o tabani muhammad ibn arara ha ibnil mubarak lawol man do gol lesdugol nden ibnil mubarak bo filli an shuba shuba tumnul hajjat datal man do bukhari wadde gol ha do ngam datal man do ngad nazil nazil do je buri dudu gori jalu biete nazil je buri hande famdu gori jalu biete ali bana hande muhammad ibn ayyub biata ismahu minni aliya tabaahu ibn jurayj den ibn jurayj do dum abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj modi bojo makka kanko wonte roga ko watta imasa pande jene go sa pande jididi wala take bo min aimmati ahli sunnati wal jamaa atajja bihi al jami' siwa malikun umai temerre bibi be sa pande joyi windi deftere fu kala an abda abdata an shaqi kanko do hande fillugo mako do o tokki shuba on o tokki mu filli ha shuba on o tokki ha abdato abdato do bo ibnu suleiman o do holla hande shuba man ma wodi mo hauti be mako ha fillugo ha hande shaqi ibnu salama den datal man do ngal wangini shaqi man bi samitu abdallah hollina ma hande tallizu hedi edi datal man wato nyibre wala on man bo bi samitu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam minani annabi joyi mislahu do dum lafzan wa mahna lafzan wa mahna biete mislahu to jawmu hadise bi mun nahahu dum mana man gotel lafaz man fere fere jog qala hadathana muhammad ibn al ala qala hadathana abu usama qala al burayy an abi burda an abi musa عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها قال البخاري رحمه الله قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهد القرآن والذي نفسي بيدي لهو أشد تفسيا من الإبل في أكلها إمام البخاري هذا وفلها محمد بن العلاء محمد بن العلاء قلنا فو بسم ورما كون قل للبو يدو بيا مو أبو كريبين أبو كريبين كان كبيتي هندي محمد بن العلاء كان كدو أماي تمر ديدي بس أبدا ناي ejetati imam al-bukhari rahimahullah fillan muhadisi sapande jedidi e joy har sahi de mako amma muslim ibn al-hajjaj al-husayri an-naysaburi fillan muhadisi temere joy be sapande joy e jego kanko moy muhammad ibn al-ala kanko on abu kuraybin kala hadathana abu usama dum hammad ibn usama umay temere didi be go an buraydin an abi burda abi burda do dum baba buray den ande abi musa do bo dum baba abi burda dum riwayat tani lawo filli abawa mudum baba bo filli ha mama do do wodi hande sefo du hakunde hadiseji annabi jo sallallahu alaihi wasallam bi hande shahada seyda ku baba seydan tabido iddo seydan baba amma hadiseji nulado allah sallallahu alaihi wasallam biddo fillan ha baba babu bo fillan ha hande biddo den an abi musa inde abi musa abdullah ibn qais qala anin nabi ke edi mako on abu musa al ash'ari burti inde mako ali bi isma'ila kan ko on jawmo hande aqida ash'ariya qala aqida ash'ariya man godu farru ha aqida mu'tazila o burti bo wadi defte tati ko mo yidi lortanade wadi ibana fi usuli diyana kan jukam men jokki be hande maqalatul islamiyina waqtilafil musallina wadi mujaz mujaz kam mi ai o jokki hande o wi hadha hikayatu qawlu ashabil hadith wa ahli sunnati do o volli o timmini o wi wa bi jami'i ma zakarna min qawlihim naqulu
wa ilayhi nazhabu wa ma tawfiquna illa billahi huwa hasbuna wa ni'mal wakil moy wato ali ibn isma'il ka kuma yedi temerre jegoro qala anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama qala nuladu allazi ta'ahadul qur'ana lisme jangugo alqur'anil karim wallazi nafsi biyadi odo annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam do tabitina hande ha lafazuji hadiseji mako do hunora be mo yonki mako ni jude mudum wiete Allah sendo tabarak wa ta'ala Allah bangido teddudo do sifore be jude jude man bodde nuddintede hande lesa kamisli shay jude man didi fu dum yaminu mubi hande dum kudra o nandini on o doggi bibbe adam fu do mari hande kudra min qabli an takduru alayhim dun ha alquranil karim banni den antum alamu amli amilla alla sendo viunde mun denu laado sallallahu alayhi wa sallama viunde gam kanju kam wala do daki accina dum do wiete aqidatu ahli sunnati wal jamaa qadiba o bi wallazi fawallazi dodo holli hande to hunde ko bi adam holwata de dum mari hande mo himma masin o foti o huna ko hande o dabitiraka hunere amma himbe wonda be jotta wobbe fere kam fa yibe duddi ni kuneji ni be pewobe tan na uzu billahi fa wallazi nafsi bi yadi hunurago mo yonki amon juude mudu juude Allah du sifatul kamali tamurru kama ja'at bila tamsilin wala tashbihin hadha qawlu ahli sunnati kadi baba jungo ma be jungo yinyi wananda be nonon je Allah sen do bo do lebani zati mako tabaraka wa ta'ala lahu ashaddu tafasiya alqur'ani buri satu go tetugo min al-ibli dinin ta hande gelodi den fi ukul ukuli har tongorde mudu den hujeji tauhid kala hande de en yotti do tauhidi kafu en finditinan do mando en tara gam kan jon rcc ko dina ma ado mudu himbe fere sahabo en be yami abdullah ibn amr ibn al-azi be sobirade mako be yami kugal annabijo sallallahu alaihi wasallam asare be yitti be annabijo do jula jemma sai fere bo nange o do suma wada kaza vito annabijo sallama ka Allah yafa di muhande ko arti ibbo e junubaji mako be hande ko sakiti kambe ka goto vi ka yum kam sortoto goto vi tiata goto vi jam nyamata kuse goto vi ka yum suman hafuro e ko nandi be banni ya annabijo Allah sallallahu alaihi wa sallam anani ubai mimba o bi kwadi himbe bi kaza wa kaza ana alamukum billahi wa atqaku dodo on mi yidi ha mi wolwana hande al ilmu billahi do holli buri ibada ibada je be bi wada duddum do al ilmu billahi watuka do buri dum kanjum on hande to goddo yidi ha mara dina labka ato godka o wada rcc dina man do aqidati ahli sunnati wal jamaa je hosete ha deftere Allah awiti alqur'ani alkarim be sunnanu lado mako muhammadu sallallahu alaihi wasallam biite hadithiji min gairi ta'wilin wala tamsilin wala tashbihin gam annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ana a'lamukum billah hala ibada wombe volwata ana a'lamukum billah mubura kun andugo Allah tabaaraku wa ta'ala wa atqakum mubura wato innama yakhsha Allah min ibadihi andugo Allah sendo be andugo mo e mako be hande satugo ya ngada mako wadan mo andi mo burata hande hulugo mo burata hande yidugo mo do on wato to nini hande tauhidi gasi ibada man ya no wardi ha do man fu sata den ibada do mari kaida mudum sai to toki sunna annabiyyu sallallahu alaihi wasallam den mari ikhlasu be tukan on Allah sendo subhanahu wa ta'ala jabata ngam ha do ni do ko waddi mi watta taandigu do man ha do annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi wallazi nafsi bi yadi na qala babul qira'ati ala dabba qala hadathana hajjaj ibn minhal qala hadathana shu'ba qala akhbarani abu iyas qala sami'tu abdullah ibn muhaffal qala ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yawma fathi makkah وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح قال البخاري رحمه الله باب القراءة على الدابة باب الهند جنغو القرآن الكريم دومبا أنتوا كو إرين غيوا قال
إمام البخاري حدثني حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. إمام البخاري في اللي هرشه محدود حجاج بن منهال قل من ما يتمر ندي بيسا بوي جيتتي قال حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الوردي أبو بسلام الأتكي شعبة الخيري قال أخبرنا أبو إياس أبو إياس عندما كم معاوية بن كرة معاوية ابن كرة قال سميت عبد الله ابن مغفل عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تدودو أتوكل دي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إنه نتربى عليهم أبي رضي الله عنه قام الله بانجيلو تدودو سوبي بها بصبر بين ولاد الله صلى الله عليه وسلم وتدني هندي برجاري مقلتك مودور شعير لغوتو مقلتو هكي صدقا قران هو سير قودو تقلتو فير هكي أما أهل السنة والجماعة رسناي بإسما لطيب رينا بأجنا هندي فوفي فوتي أوكا أما بودي كود بودي كو نفتا كو مويتا تكود كالودي دين نابا بالغوت بانجيلو تدلو بي لقر رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون كتاتا شجرة بانجيلو تدلو هولي هندي ويردي بي كان جمعون ودي الله سيدو تبارك وتعالى وولي أماتوري النبي صلى الله عليه وسلم وروري باو ويجنو بوندة بسلا وبي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وبي وربي باو صحابي الله ودو اندير مقبي بي ربنا اغفر لنا جومرا وامين فران امين ولي والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان بدرد رابي أمين جهار أرتي أمين نتنغو ولا تجعل في قلوبنا غلا تاوات وهيدي هند برد أمين كيت كأكو للذين آمنوا هرمار بإيمان أكو أما آنانا وبفير نسفيرا وحبنا هند ودوك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هاقو دلوك لدينا ودوكات موطنغام همبي الله سيندو تبارك وتعالى يرجبه din kam be umburi handugo be seeta annabi jo sallallahu alaihi wasallam yelo mari dargal kam be umburi hande yidgo annabi jo sallam gam wobe fere kam muhajirin ko en kam be eggi ham diga makka be wudini hande iyalu be jawdi pat be tokki annabi jo sallam be wari ha madina himbe madina bo surrani hande annabi jo sallam be alla sendo yonki mabbe be hande jawdi mabbe إن الله قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة تونيون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كمهم بولتر باتو حفر كاجي قدي ببيا بدو تقول رفعني صحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثي جي النبي جون باتو فعنتا رودو مندو النبي صلى الله عليه وسلم عنه فعنتا to goddo fe ani annabi sallallahu alaihi wasallam alquranil karim on habanta fe allo to fe ani qur'anil karim bo allah bangi do teddudo on hande o fe anta na'uzu billah allah reno joko qala babu ta'limi sibyanil qur'an qala hadathani musa ibn isma'il qala hadathana abu awana qala an abi bishr an sa'id ibn jubair قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم قال وقال ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم قال البخاري رحمه الله وابو تعليم الصبيان القرآن قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو أوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم قال وقال ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم حديث ونقول قول ودي سلاري هيدي معنى أما ناها هندي إسناد بنقول مري تقديم بيت أخير حبيب ماكو النبي جمعي صلى الله عليه وسلم ودمري دوبي سبحانه
ko be wiyata wato bitta hakiki dum sappo e tati on o mari den en lorta heedi mana hadise on babul andinki hande derke alquranil karim gamu anna ta'lima fi singari kan naksi bil ajari andugo hunde ha panya kudo bana didul hata fare dum majjata hako qala hadathana musa ibn isma'il abu salama tabu zaki ko gamu do be laaju ya khairan man samani tabu zaki wita allah warju be khairum bi yam tabu zaki edmond tabu zaki dum sare o nguro on bi te tabu zaki o be fere bi o sodi sare on to o be fere bi himbe man warji bi ha mako itajja bi hil jami mubgalim bi hadith fu fillani mo umayi temerre didi be no gas etati qala hadathana abu awana inde mako wabahu bi abdullah li yashkuri umayi temerre be sapande jeedidi e jeego qala an abi bishr abi bishr inde mako jaafar qala an sa'id ibn jubair mai sapande jeenayi e joyi o do mari duubi sapande nayi e jeenay dum hajjaju on bari mo qala innal ladhi tad'unahu al mufassal den hado sa'id ibn jubair biata innal ladhi tad'unahu al mufassal suraji jo biata mufassal mufassal do hande suraji je be senditi hakkunde mudum be bismillahir rahmanir rahim manana suraji juddi o be fere bi ala sahihi kam ko ummi suratul hujurat wari yeso gam do mari aqwal indal ulama'i rahimahumullah wa huwa al muhkam mufassal man kan jo biati hande muhkam qala si sa'id ibn jubair di bam bu hadis o bi wa qala ibn abbas o bi abdullah bi tuufi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibn ajr sidina dulado anda maina ma bibi dubi sappo ado on mari sollare e dubi sappo e tati on o mari wa qad qaratul muhkam hakika mi jangi hande mufassal mufassal man do holli do on munasaba ta'limu sibyan wato alquranil karim holli ma ونوفاكي وقمر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر قال عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له وما المحكم قال المفصل قال البخاري رحمه الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما جماعة المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له وما المحكم قال المفصل حديث ونقول بنقول له فستير حديث ون أرتنقول هاو وانجينغو ولا تدليسو كمكو سعيد بن جبير onani dum ha Abdullah ibn Abbas dembo ngol woti hande e raf den en lorta hasanat Imam al-Bukhari hado o filli ha Yaqub bi Ibrahim Yaqub bi Ibrahim do be dido Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd kam ko do dum goddo Madina o mayi temerre didi be jeetati o bo Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi ad-Dawraqi Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi o be derdi ko beteedo Ahmad bi Ibrahim ad-Dawraqi kanko fo do wurta ha sahihu do dum ibrahim wonde do dum yaqub bi ibrahima ad-dawraqi dawraqa man do dum ibada on be mari o mayi temerre didi be sapande joyi e go qala hadathana hushaym hushaym ibn bashir ko bushayr wonde do kanko on de so baje am o do wakiu yahi basra wi be wala wada munazara hadisi ji hulado annas sallallahu moyidi wa fuwara wi na ko anni o shayban wato ni man shito o bi banda o shaybu kam amma gadde mo giddo to o shaybu man imam maliki fu andi hande o andi hadis masin o shaybu ibn bushair ko bashir o mai bo temerre be sapande jeetati e tati imam maliki fu do seeda ni o andugo hadis lakin o horejo ha tadlis zikrul mu de imam an-nasa'i to bolo halahi be tadlis o bi zikru mudallisina o waddi hushaymu man o dillini mo den ibnu mubarak wiyata mo ko waɗi a watta tadlisu o bi inna kabiraika qaddallasa o bi na mawɓe ma ɗiɗo waɗi tadlisu ɓe honno wiyata oɗo wiya sufyanu sawri bi amash amash mahu ɗon hande nder maɓɓe
lattu go hande husaybu man goddo tallisu fu haday itajja bihil jami mobgal himbe hadis man fu hujjori mo to janga hadis bo o do inna Allah sendo masin janga o wada zikri o janga wada zikri rahimahullahu rahmatan wasi'a be bi mun umayi temele do sapadi jetati etati watajja bihil jami mobgal himbe hadis fu fillani mo kala akhbarna abu bishr imon inde abu bishr jafar ibn abi wanaisa nani den kala an sa'id ibn jubair den sa'id ibn jubair hato ya to wallahi hado bi anim ni abbas do on sendi sanad wor gol be to radiyallahu anhu ma den kala samitu o bi ata min nani jama'atu min mobi almukam ato suraji mufassal fi adi rasulillahi sallam do dum rafu hadise jilado allah fa qultu lahu wa mal mukam dum on mukam do kala almufassal do do on famete wato bender ka kon o jangi alquranil karim banni alhamdulillah allahumma lakal hamdu qabla kulli shay wa lakal hamdu ala kulli shay wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da rida anta bil hamdi an tabaarakta rabbana wa ta'alaita alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu kafu mazida la nusi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد نسالك اللهم من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسالك اللهم العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات واستجب دعوه من اوصانا ان ندعوك له يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار